بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دوما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم مشاهدينا الأعزاء بأجمل ورق تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من أرضية هذا الميدان الثلاثي، ميدان الشيخ سلطان بن زايد في سويحان. نحييكم مع بداية يوم جميل مبارك، هو يوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر، شهر 12 لعام 2023 للميلاد. نحييكم مع انطلاقات سن الإذاعة في صباح هذا اليوم، وضمن السباق الثامن في هذه السباقات التمهيدية التي قدمت من اتحاد سباقات الهجن، خصص هذا اليوم للإذاعة، وهي 10 أشواط خاصة بهجن أبناء القبائل. وزعت فيها الأشواط كالتالي: أشواط للإبكار وأشواط للقعدان، أشواط للمحليات سواء من الإبكار أو القعدان، وأشواط أخرى للمهجنات. 6 كيلومترات مسافة السباق منذ قليل، وعلى بركة الله وتوفيق منه أعلنت إشارة البدء لانطلاقة الشوط الرئيسي، أول أشواط صباح هذا اليوم. بداية الأشواط الذي يحمل عنوان المحليات الأصائل من الإبكار، حيث نتابع هذه الأعداد الحاضرة التي أعلنت بوجودها منذ هذا الصباح لتنطلق في أول الأشواط. نتابع العشر المراكز المتقدمة، حيث نأتي بإعطاء الإفادة والمعلومة لما يدور من تبادل وتحدي خلال 10 أسماء متقدمة قدمت لها الجوائز النقدية. المركز الأول تتواجد الوسمية أحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري، يقدم انطلاقة ووجود الوسمية على مقدمة هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، سوق لسار بن دري الفلاحي تتقدم من الجانب الآخر لتحتل المركز الثاني في هذا الانطلاق، بينما ننتقل إلى المركز الثالث، هادي تكريم خلفان بسعيد بن خلفان المقيمي يأتي أيضا على المركز الثالث. المركز الرابع الظبي، سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، يقدم انطلاقة وجود الظبي في المركز أيضا مشاهدين الأعزاء الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس، هادي الشايبة خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي يتقدم أيضا على المركز الخامس في هذه الانطلاقة، بينما سرابة تتواجد في المركز السادس. حاضر بن علي بن حاضر المزروعي مقدما انطلاقة وجود سرابة خلال هذا الانطلاق، وخلال أيضا هذا الإبداع الكبير. ننتقل مباشرة إلى المركز السابع من الجانب الآخر، ومن الجانب الأيمن بالتحديد، متعة عبد الله بن مهير بالصائق المزروعي. المركز الثامن أيضا تتواجد الظبي في هذه الانطلاقة وفي هذا الإبداع القوي والمثير من خلال هذا التحدي الرائع والكبير. هذه الظبي محمد بن درويش بن عاطف المزروعي يأتي بانطلاقة الظبي في المركز الثامن. المركز التاسع ضقة، سيف بن سلطان بن حدي الكتبي يتقدم مالك مراسيل وطيف ليقدم ضقة في هذه الانطلاقة، مع أيضا المركز التاسع. المركز العاشر وصلت مشاهدين الأعزاء وتقدمت فيه كذلك حشيمة شاهين بن أحمد بن سعيد المزروعي، يأتي في هذه الانطلاقة في المركز العاشر. أكمل نداءنا الأول للعشر المراكز المتقدمة من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا الإبداع الذي تظهر فيه هذه النوعيات من الإذاعة المقدمة، الإبداع القديم في تاريخها في سن الحقائق واللقايا وفي الإذاعة في هذا الموسم، لتشارك وتنطلق بأرضية هذا الميدان لتتواجد خلال هذا الإبداع. الوسمية هي التي تحتل الصدارة وتتواجد على المقدمة لأحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري، يأتي مع انطلاقة وجود الوسمية التي تقود مسار هذا الشوط التي تنطلق بالمركز الأول، بينما يتحرك بن دري، يتحرك سالم بن حمد بن دري الفلاحي مع وجود صوقة التي غيرت وبدأت تستلم زمام الأمور لتتواجد على مقدمة هذا الشوط، لتتواجد بشعار راعي سمحة، ليأتي بانطلاقة صوقة
وخلقه، بينما أيضا من الجانب الآخر المقيمي تكريم تتواجد بهذه الانطلاقة. هذه هي تكريم تتقدم في هذه الانطلاقة خلفان بن سعيد بن خلفان المقيمي، يأتي أيضا في هذه الإبداعات القوية بوجود وانطلاقة أحد الأسماء القوية والمثيرة، هي تكريم بالضبوب يتقدم مشاهدين الأعزاء مع انطلاقة ووجود الضبي سالم بن خليفة بالضبوب الشامسي، يأتي في هذه الانطلاقة بينما سرابة بدأت تغير موقعها ومركزها، بدأت تستلم من المركز الخامس الرابع، بدأت تحتل المركز الرابع. حاضر بن علي بن حاضر المزروعي يقدم أيضا انطلاقة سرابة في هذا الانطلاق في هذا الإبداع الكبير. المركز السادس هي متعة عبد الله بن محير بالصايغ المزروعي، هذه هي متعة سباقات الهجن، التحديات المثيرة والانطلاقات الكبيرة. الضبي محمد بن درويش بن عاطف المزروعي خذت أيضا المركز السابع. المركز الثامن الشايبة خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي يتقدم من أحد شباب سيوحان، ليأتي بانطلاقة الشايبة المتواجدة في المركز الثامن. المركز التاسع هي أيضا ضجة سيب سلطان بن الحدي الكتبي، يأتي مع انطلاقة ضجة، تدخلت أيضا هناك مشاهدين الأعزاء لمحمد بن صالح بن مقرن العامري، يأتي بانطلاقة هذه الاسم. هذه هي أيضا الهويمشة تتواجد في هذا الإبداع وفي هذا الانطلاق المميز، هي من تحتل أيضا المركز العاشر خلال هذا الانطلاق مع بن مقرن، لتتقدم أيضا وتتدخل ضمن دائرة العشر المراكز المتقدمة. العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط. الوسمية 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 تأتي على المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير. أحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري يقدم الوسمية. أيضا من الجانب الآخر صوقة بن دري الفلاحي، صوقة بن دري الفلاحي سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم مع انطلاقة صوقة بتبادل مستمر. تكريم من الجانب الآخر خلفان بن سعيد بن خلفان المقيمي، سرابة بن حاضر المزروعي، سرابة بو فارس متواجدة في هذا الصباح منطلقة كعادتها في أول الأشواط. هذه هي سرابة. حاضر بن علي بن حاضر المزروعي يأتي بانطلاقة وجود هذا الاسم لتستلم مقدمة هذا الشوط مع بوابة الكيلومتر الأخير بالتحديد. مع الكيلومتر الأخير وصلت الشايبة خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي، ولكن الله غيرت سرابة، غيرت سرابة كعادتها، بدأت تستلم مقدمة هذا الشوط بسجلاتها الماضية وإنجازاتها السابقة لتأتي على المركز الأول. شاهد يا أبو مبارك هذه النوعيات مع حاضر بن علي بن حاضر المزروعي، الشايبة خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي يتقدمون أبناء الميدان على الأول والثاني، على الأول والثاني من خلال هذا الانطلاق. السرابة ما زالت عصاتها في الابطان، ما حرك أبو فارس، ما حرك أبو فارس حتى الآن بعروض ذاتية وتلقائية تستلم مقدمة هذا الشوط لتأتي، وكما ذكرناها في السباق السادس والسابع حققت المركز الأول، لتأتي اليوم مكررة إنجازاتها وسجلاتها بكلمة الناموس على المركز الأول، منطلقة على الصدارة، مبدعة على المركز الأول. الناموس الصباحي الأول للمحليات يأتي لأبناء سيحان مع حاضر بن علي بن حاضر المزروعي تقود هذا الشوط. شوف التحركات في الأمتار الأخيرة، شوف العروض في الأمتار الأخيرة، ياهو انطلاق، ياهي متعة، ياهي سرعة في اللحظات الأخيرة. هذه سرابة. حاضر بن علي بن حاضر المزروعي يأتي بانطلاقة وانتزاع أول شوط المحليات الأصائل. المركز الثاني كانت تكريم خلفان بن سعيد بن خلفان المقيمي، ثالثا لخلفان بن محمد بن خلفان المزروعي، رابعا ايضا كانت الضبية. هذه تدخلت سالم الديمي بن غفان الخيري، ما يبنى الاطار الا في خط النهاية. والمركز ايضا الخامس كانت ايضا لسيب سلطان بن حدي الكتبي، هي ضجة. التوقيت 9 دقائق 28 ثانية.